انتي بتزعقي كده ليه؟ مش هتبطلي الهبل اللي انتي فيه ده بقى؟ مفيش دعوه بيا. في ايه يا بنات بتزعقوا ليه؟ دماغي يا ماما، دماغي هتنفجر. هجيب لك شاي بليمون واسبرين. يا ماما دماغي هتنفجر من صوت المكن. ما احنا طول عمرنا عايشين على صوت المكن. ايوه يا ماما، بس مش ليل نهار، انا عندي امتحانات، يعني لا هعرف اذاكر ولا كمان هعرف انام. ليه بقى يا ست اماني؟ ما انا ذاكرت على صوت المكنه واخدت بكالوريوس الهندسه وعمري ما اشتكيت زيك. انا بقى ما بعرفش اذاكر في الدوشه. لولا الدوشه دي ما كنتيش دخلتي كليه الصيدله ولا كنتي دخلتي مدارس من اصله. وطي صوتك، ابوكي قاعد بره يسمعكم. يوه بصراحه يا ماما بقى انت مدلعاها قوي، وهي سايقه فيها وعلى طول يو يو يو، زي ما يكون مش عاجبها عشتنا. ده محمد يا ماما مشي زعلان منها، سافر وهو زعلان من غير ما يقول. وبعدين هي مفكره نفسها ايه؟ منى هارون؟ دي في كل حته رايحه تقول انا عمي هارون، انا عمي هارون اخو ابويا، حتى زمايلها في الكليه عارفين كده. ما هو الحاج هارون زي عمك بالظبط. ايوه يا ماما، الحاج هارون زي عمي بالظبط، بس مش اخو ابويا. وبعدين مش هي دي المشكله، المشكله انها بتتباهى بيه وبتفتخر بيه لانه غني، وبتخجل انها تجيب سيره بابا او حتى تتكلم عن شغله. شش، وطي صوتك لابوك يسمعك. ده كان من شويه فرحته مش سايعاه لما كنت بكلمه عنك. ده انتوا اللي طلع بيكم من الدنيا. ايوه يا ماما، بس دي زودتها قوي بقى. ايه كوبايه ينسون؟ انما ايه تشربي بقى وتقولي لي مين اللي شاغل تفكيرك ومعكر مزاجك بالشكل ده؟ يا احلى صيدليه في الدنيا. متشكره يا بابا، مفيش اي حاجه شغله تفكيري، انا كويسه. لا وراس ابو حجر الكبير، لا تقولي لي مين اللي معكر مزاجك، وانا اطخه بالطبنجه الميري بتاعتي، والطبنجه موجوده والخزنه مليانه رصاص، ولا اقول لك نقول لمحمد بيه حضره الملازم محمد بيه اسماعيل ابو حجر، نقول له هو يباشر الموضوع بنفسه ويقبض على المتهم ويحبسه 24 ساعه، وبعدين يحوله للنيابه، النيابه تحبس 4 ايام، وبعدين تجدد له 4 ايام في 4 ايام، وتفضل تدسه 4 ايام كده لحد ما يجر ويعترف ان هو تسبب في عتمله مزاجك. معلش يا ابو محمد، هي قلقانه عشان الامتحان. يلا يا حبيبتي يلا ادخلي نامي عشان تصحي بدري وتعرفي تذاكري. انا كمان خلصت شغل وحنان. يلا يا حبيبتي قومي قومي. عارف يا مصطفى، انا سعادتي مش بزياده المرتب وبس، ولا لاني هبقى مديره للتدريب، ولا عشان هترحم كل يوم من مشوار من الورديان لابوقير. لا انا سعيده لأني اكتشفت إن إحنا قدراتنا مش أقل أبداً من قدرات الأجانب. إحنا بنستخدم التكنولوجيا بتاعتهم وبنطور فيها ومش أقل منهم في أي حاجة. أنت عارف لما عملوا لي الاختبارات واكتستها بامتياز وبعد كده تعينت مديرة للتدريب، بسأل واحد من الخبراء الأجانب بقول له إيه رأيك في المهندسين المصريين؟ قال لي أنتوا ما تقولوش أي كفاءة عننا، يمكن أنتوا كمان عندكم مهندسين أحسن مننا. أولاً يا ناس دي حقيقة كل الناس عارفينها. ثانياً المهندس المصري دلوقتي موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي كل دول العالم. ثالثاً بقى وده الأهم، أنا ليا مهندسين كتير جداً من دفعتي سافروا بره وهاجروا واشتغلوا ونجحوا. طب وأنت ليه ما فكرتش بقى تهاجر زيهم؟ لأن عايز أنجح هنا في بلدي. عارفة يا ناس، والدي من وأنا طفل صغير علمني حاجة مهمة قوي، لأنه كان دايماً يقول لي النجاح يا مصطفى ملوش حدود أو مكان معين. أنا مثلا بذاكر في أوضة لوحدي فيها سرير ودولاب ومكتب وأباجورة وخلافه، غير بيذاكر تحت لمبة عمود نور في أي قرية من قرى مصر. إحنا الاتنين بننجح، ويمكن يكون نجاحنا متساوي أو واحد فينا أفضل من التاني، ومش شرط إن اللي يكون الأفضل فينا هو اللي كانت كل الإمكانيات متوفرة له. عشان كده يا ناس، من يوم ما فكرتش أعمل زي أصحابي وابني كل امالي واحلامي على الهجره، لان لو امكانياتي دي تقدر تنجحني بره، يبقى اكيد اكيد هقدر انجح هنا في بلدي، والعكس صحيح. يبقى ليه بقى اسافر واتغرب؟ اعرف لو كل واحد بيفكر زيك كده ما كانش حد فكر خالص انه يسافر، غير بس اللي بيدوروا على الفلوس. والحكايه دي برضو انا حللها. بس انت كده يا مصطفى بتتعب قوي، ليل ونهار شغل. لان سننا دلوقتي يا ناس اسمح لنا بكده. النهارده احنا ممكن نتعب ونشتغل ان شاء الله حتى 20 ساعه في اليوم، بكره واكيد غصب عننا
لازم النسبة دي هتقل، دي سنة الحياة. ها ايه رأيك بقى أعرض عليك الخطة الخمسية اللي وضعتها لحياتنا احنا الاتنين؟ ايه ده؟ احنا هنتجوز بعد 5 سنين؟ والله يا حبيبتي المكتوب عندي في الخطة بيقول كده. لا يا مصطفى 5 سنين ده كتير قوي. ما يا دوب يا حبيبتي على بال ما احوش مقدم الشقة. انت بتتكلم جد يا مصطفى؟ لا طبعا يا حبيبتي بهزر. خس عليك. الله عليك يا ابو صلاح، محتار اختار من فيهم، هما الاتنين عاجبني. يا سلام يا ابو صلاح يا جامد. شكرا عليك. روح اشتري جرايد النهارده بس بسرعه. ها حاضر. وحشتني على النجوم السما أكتر وأكتر. We don't need now no education. أكتر وأكتر. أوبا يا صلاح يا جامد. نفس البوليس؟ ايوه، هتدخل بضاعه بنفس الصفات ونفس الكميه وتعدي من على الجمارك من غير ما ندفع ولا مليم تاني ولا من شاف ولا من دري. طب ولو دي ملهاش معنى عند هارون السعداوي ولازم انت تشيلها من عندك. اشيل ايه؟ لو اللي قلتها توا دلوقتي. انا بس بطمن، اصل المبلغ المره دي كبير قوي. بقول يعني الناس اللي في الجمارك وبتعتمد عليهم دول قدها ولا؟ الله جرى لك يا معروف، اول مره تسالني. خايف على روحك عشانها باسمك؟ انا مش خايف ولا حاجه، بس دي فلوس الحكومه ولازم نخاف. لا ما تخافش، جمد قلبك، المركبة توصل يوم الثلاث. أنا نازل مصر، الحاج عبد العالي بيعمل عملية ولازم أفضل معاه. ما أنا سامع إنك هتشيل الراية من بعده. يا راجل رايتي ربنا يطول أنا في عمره، ده راجل ما يتعوضش. ما هو مش هياخد زمن وزمن غيره، وأنت أولى بيها يا حاج. الناس كلها بتقول إن هو نفسه اللي بيقول كده. أنا مسافر الليلة وأخبرني النتيجة بالتلفون. ليلى والعيال هيتعشوا عندكم، ما تخلوهمش يعوجوا. سلام عليكم. انستو شرفت يا حاج. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا حاج. مع الف سلامه. فين البيع اللي هو؟ ال 20 جنيه هي زي ما هي يا صلاح. ليه؟ اصل الراجل ما كانش معاه فكه فاديته من معايا يعني. طب ليه ما فكتهاش واديته فلوسه؟ هو احنا هنطير يا صلاح؟ طب بقول لك ايه؟ روح فكها واشتري اي حاجه، اي حاجه. طب هشتري ايه بس يا صلاح؟ جبنه، زبادي، لبن بودره، اي حاجه. طب ما هي التلاجه مليانه وفيها كل حاجه. روح هات سجل نصر. جبت له عروس الصبح. روح فكها واشتري اي حاجه، اي حاجه. حاضر. عليوه. ايوه. هدي. امشي.
تبقى مشكلة. وأنا كمان مش ممكن يا شيخة. إيه ده؟ ده نصر ابن عمي أهو. مش ده أخو منى؟ آه. ابن عمك إزاي؟ بابا أخو بابايا بس مش شقة. باي باي. باي. هاي يا نصر. هاي. تخيل المحاضرة اتلغت النهاردة ومنى ما جاتش. هاي. أنت رايح فين؟ مش رايح، قلت أعد عليك. طب مش هتوصلني؟ هوصلك طبعا، ما انت كيف هقول لك لا. طب يلا يا اخويا وصلني. اهو ده يا حاج اللي قلقني وقالب والدته عليا. سبحان الله، حقيقي مفيش حد مرتاح في الدنيا دي، لا اللي عنده ولاد ولا اللي ما عندوش. تعرف يا رمز ان مشكلتك دي هي مشكلتي، بس الفرق بقى ان المدام بتاعتك ضامنه حكايه السفر دي. حقيقي لو الواد سافر يرجع بالثانوية. والله يا حاج ما انا عارف، بيقولوا انها شهادة تعادلها اسهل من الثانوية العامة بتاعتنا. عارف ليه؟ لا فيها الجان ولا مراقبة، والعيال تمتحن وهي قاعدة في البيت. في البيت؟ يا ابوي يعني بدل ما يعمل بتاع اللي بيقولوا عليه برشام ده، يقعد مستربع والكتاب على حجره؟ اهو ده اللي سمعته. طب ما تقيمني عليها. هي ايه دي يا حاج؟ مرتك. تاخد الواد نصر معاها وتخلصني. عينيا يا حاج. حاضر، اوامرك. انا عايزه فيلا في عماره، وتبقى اوضها واسعه زي الفيلا بتاعتكم بالظبط، تبقى في الدور العاشر او العشرين، عشان نحس ان احنا عايشين في اعماق البحر. ويبقى عندي من الخدم 10، لا 15، اشي سفراجي واشي سواق واشي شغاله، ده غير الدوموستيك بتاعتي. ده ايه ده؟ دواء ولا معجون حلاقه ده ولا ايه؟ يعني الشغاله الخاصه بتاعتي. يبقى عليكي بقى وعلى هارون السعداوي، اتجوزيه، هو اللي يقدر يحقق لك احلامك دي. ليه؟ وانت ما تقدرش ليه؟ انا؟ ابن هارون السعداوي لو ما سكنش على البحر وبقى عنده من الخدم 10 أو 20، هيكون مين؟ انا ما اعتقدش ان ابويا يرضى يعمل لي كل الكلام ده، وانا صايد في الثانويه العاميه، ما انت عارفه. لا ابوس ايدك، انت لازم تنجح السنه دي باي شكل. افرض ان انا نجحت وجبت مجموع ودخلت الكليه اللي ابويا عايزها، هعمل ايه بقى بعد كده؟ الكليه اسهل بكتير من الثانويه العامه. وبعدين اعمل زي ما اخواتك بيعملوا، خد السنه في سنتين في ثلاثه، في الاخر هتخلص. هتخلص. محدش عايز يفهمني، ولا انت كمان هتفهميني. أنا مش بتاع علام من أصله. أنا عايز أنزل مع أبويا شغل المينا. هو ده اللي أنا عايز أذاكره وأفهمه وأحفظه كمان. مش أبوكي جه مع أبويا من الصعيد لحد هنا؟ أيوه. أبوكي بقى حلمه ما عداش بوابة المينا، بالكتير بقى الغفير اللي واقف على بابها. إنما أبويا بقى حلمه كان حاجة تانية خالص. كان دايماً يبص في البحر. وعشان البحر ملوش آخر بقى هارون السعداوي. انت نفسك حلمك ما عداش شارع الكورنيش، هتبص كده هتلاقيه مليان عمارات واوضها واسعه زي ما انت ما بتقولي. حلمك ده اي حد ممكن يشوفه بعينيه وهو ماشي في الشارع، لكن حلم انا بقى مفيش عين غير عينيا تشوفه. انا ماليش دعوه، انت لازم ابوك زي ما هيعمل لاختك منى يعمل لي بالظبط. انا هبقى دكتوره صيدليه زيها. بقول لك ايه، احنا ممكن ناخد فيلا دور ارضي، اصل الدور ال20 بتاعك ده صعب قوي، لو الزنزال جه هنتمرمط. زنزال ايه بس اللي هيمرمطنا يا نصر؟ يا اهلا وسهلا يا حاج. اتفضل. مش واخد بالك انت؟ ولما رحت ستوكهولم عشان بعت الخشب الاخرانيه. مساء الخير. اهلا. يا مساء الفل والعسل النحل والفروز الازرق. اهلا وسهلا. اتفضلوا. الحاج هارون يا حبيبتي كان جاي عايز يستفسر عن موضوع سفر نادر. اصل زي ما انت عارفه نصر ابنه في نفس ظروف نادر. استفسر واشوف بعينيا. افهم من كده ان حضرتك هتسافر معانا؟ ورجلي على رجلكم.
يا بت ده هي خالت ام محمد ما بتاكلكوش في البيت ولا ايه؟ لا طبعا بتاكلنا كويس جدا، دي ماما بتطبخ احلى اكل في الدنيا، بس الاكل بره ليه طعم تاني خالص. بص يا نصر، انا عايزه اتغدى واتعشى بره كل يوم. وماله وانا مصروفي كله تحت امرك. ده تقطيم بقى ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ عموما ما تزعلش نفسك، احنا نتغدى بره مرتين في الاسبوع بس، مره انا وانت ومره مع الاولاد. اولاد مين؟ اولاد. ايه يا نصر؟ انت ما بتحبش الاطفال ولا ايه؟ لا ازاي؟ بحبهم طبعا، ده حتى الاطفال احباب الله. عموما انا عايزه بنت وولد بس. الكلام اللي انت بتقوليه ده بقى لسه بدري عليه قوي، خلينا دلوقتي ان احنا نتمتع بحياتنا ونتمتع بشبابنا وبحبنا. انا بحبك، قولي لي بحبك بقى. يلا. انت صحيح بتحبني يا نصر؟ الله، وانت عندك شك في كده ولا ايه؟ مش عارفه، ساعات بحس انك عايز تقضي معايا وقت وخلاص. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ ده انت الحاجة الوحيدة الحلوة في حياتي، ده انت من غيرك انت كانت تبقى حياتي كلها جحيم. يا حبيبي يا نصر، انا عايزاك بقى تعلمني السواقة. ليه؟ ناوي تشتري عربية ولا ايه؟ لا، ناوي ياخد عربيتك. اذا كان كده ما عنديش مانع. تديني عربيتك؟ وديك عمر لو عايزة. بجد؟ ودلوقتي لو عايزة. انا بحبك قوي يا نصر. افتح الشنطة يا زياد. يا صباح الفل يا عم الحاج. كيفك يا منصور؟ الحمد لله. انت بتفتش عربية الحاج يا مغفل؟ لم بلسانك، انا مش مغفل، انت اللي دايما مدد ايدك يا جني. اوعك. اتفضلوا. انت اللي تؤمر بيه مجاب، مالكيش صالح انت برمزي. انا هقدر اقنعه بكل حاجة، وبعدين يا ست السفرية كلها على حسابي، ما هو نادر زي نصر ابني بالظبط. ميرسي يا هارون بي، حقيقي حقيقي انا مش عارفة اشكرك ازاي. اسمع، انت لازم تزورنا بقى، ويكون معاك نصر عشان يقعد مع نادر ويتفقوا هيعملوا ايه. هيحصل، بس انا مش عايز اقول له على فكره السفر دلوقتي. ولا انت مش عايزانا ازوركوا الا بيه ولا ايه؟ مين اللي قال كده؟ ده بيتك يا هارون بيه، وانت تزورنا في اي وقت. متشكرين يا ست الكل، مع الف سلامه. حقيقي الثانويه العامه صعبه قوي، بس حلوه قوي قوي زي القمر. يعني ايه عربيه تخرج من المينا ومتفتشه؟ قابض ولا رمالك جنيه على الارض وغطيت تاخده؟ ولا هتقول لي بلدياتك زي ما قلت للسول منصور؟ المره دي هعديها لك، ولكن المره الجايه حسابي معاك عسير، فاهم؟ لا يا سعد بيه، لا يا بيه، ده ظلم. انا ما عملتش اي حاجه من حضرتك بتقولها ولا اللي بيقول عليها منصور. لا يا بيه، انا بقالي فوق ال 25 سنه في المينا، ما حدش قال عليا نص كلمة. أنا راجل شريف يا سعادة البيه، أنا خدمت مع ظباط يامي، ما حدش منهم اداني جيزة ولا حتى لفت نظر. أنا بقى اللي أعديك. طب هات هارون السعداوي بنفسه وهو يقول لك. يعني ما وطيتش على الأرض وأخدت اللي رمهولك؟ وشرف ولادي ما حصل. مش عاوز أسمع كلام كتير. من النهاردة نبطشيتك بالليل. تمام يا فندم. مفيش قدامك غير انك تروح للواء محمد الصواف، هو عارفك وانت كنت بتخدم عنده وانت عسكري، عارف ان انت عمرك ما مديت ايدك لحد ولا عمر حد اشتكى منك. ده الحاكم دار، يعني نمرة اتنين في الداخلية هنا اروح له ازاي؟ امال يعني
هتستنى لما يجي هارون وتشتكي له هيقول لك عفا الله عما سلف، وهيضحك عليك بكلمتين عشان ما يخسرش الظابط اللي عمل فيك كده. ما اقدرش اروح للحاكم دار، مش سهل اقابله. وبعدين المينا فيها لواء مدير امنها، لو عرف اني اتخطيته هيشقلب حياتي. اقول لك اروح انا لمدامته، اروح واقول لها، ما انا كده كده بروح لها، ما هي زبونه عندي. مش عايزين نكبر الموضوع يا سعاده. ما هو مش معقول يا اسماعيل تفضل نبطش طول الليل في عز البرد والرطوبه تاكل في عظمك، ده حتى يبقى ظلم، ظلم وما يرضيش ربنا. حكم الجوي على الضعيف، لكن يمهل ولا يهمل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا منصور يا ابن بهاني. يا نازله انت مش مدياني ريق حلو خالص. قلت لي سيب جيجي، سبت جيجي، اعمل ايه يعني؟ ارجع لجيجي تاني؟ لا ما اقصدش يا حبيبتي، لا انا بهزر معاكي والله. يا صلاح يا صلاح. شفت ايه ده؟ هي دي اللي انت هتعمل زيها؟ يا ابني دي اللي انا عملتها. ايه ده، هي دي المزوره؟ ولا الامريكان نفسهم يقدروا يكشفوها، عشان كده بقى انا قلت اجي لاخويا حبيبي ينزل يصرفها. نعم. طب خلاص خلاص، هتعمل كده ليه؟ هنخسر بعض على 100 دولار. طب بقول لك ايه، ما تروح تديها للواد عليه ويصرفها زي ال 20 جنيه اللي انت اديتها له. لا يا بابا، عليه ولا انا هحطها في سكه واحد ايده طويله، اول ما يشوفها هيشقطها وينزل يصرفها بنفسه. هي دي سنة الحياة يا هارون، ناس رايحة وناس جاية، ولا عايز ناخد زماننا بقى وزمان غيرنا. ما تقولش كده يا راجل، بكرة تقوم بالسلامة وتقف على رجليك، ده الدهن في العتاقي. بلاش مجاملة بقى يا هارون، طول عمرك مجامل كده. دي الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نزودها دي عن معاد، هي عمرنا. ياه، ده احنا نجري نجري الوحوش، لا بنجمع المال ونجمع الفلوس، عملنا ما بدلنا، سرقنا ونهبنا وقتلنا وعمرنا بيوت وخربنا بيوت، وكنا فاكرين ان محدش شايفنا ولا حد حاسس بينا. ياه، قول لي يا هارون، تقدر تكمل المشوار يا ابني؟ امال ايه يا ريس ابهال، اقدر. أنا تربيتك أها أديل 40 سنة، للي سرقناه قال أنتوا سرقتوني، ولا اللي نهبناه قال أنتوا نهبتوني، ولا اللي قتلناه قال أنتوا، قصدي عفريته يعني، شاور وقال أنت اللي قتلتني، وسر كله ما يعلموش غير واحد أخرس وأطرش، لو الظروف اضطرتني أخلص مني هو راخر، يعني سري في قلبك أنت بس. وقلبي هيموت. اها، يبقى فاضل مين؟ انت. انت يا هارون، الخوف منك انت. انت اللي هتأذي نفسك. لا، مستحيل ده يحصل يا ريس عمال، مستحيل. يبقى كمل المشوار، بس خليك فاكر انت اللي اخترت لنفسك. مرحبا بالمهندس ميمي، انا دكتور تامر، كيفك يا وائل؟ ان شاء الله ابوك هيقوم بالسلامه، لو احتجتوا اي حاجه انا رقبت سداده. سلام عليكم. Thank you.
شغل عم عارونا عن بابا وما خلوش يجي معانا الضابط عشان يفهموا الحقيقه. الدنيا تلاهي يا بنتي، العيش من ملح يا ماما، والعشره اللي بنت كل ده هان عليه. رجل الحق ورجل الخير السعداوي غيره ما فيش. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ واللي عمله بابا بتسميه حق وخير؟ بقولك ايه، ما تبوظيش عليا فرحتي. بكره في فرحنا هيبقوا اعداء المجلس هم المعازيم، وصورنا هتبقى في صفحه المجتمعات، وبعدين لما يجي محمد اخوكي من السفر بيسأليه انت فرحان ولا مش فرحان. كلنا فرحانين يا بنتي، ده في مجامع عمك تلاقيه، بس يعني اللي شغله عن مشكلتي الشديد الجوي، او يمكن مش حاسس بالظلم اللي وجع عليا، لكن بعد ما تنتهي الانتخابات ويبقى سياده النائب يمكن يحس. تعرفي ان ما عندكيش دم، وتعرفي كمان ان ابوكي فضل واقف في الشمس ساعتين عشان يقابل اللي بتقولي عليه عمك ده، وفي النهايه قال له انه مش فاضي، وهو الوحيد اللي يقدر يقول الحقيقه للضابط اللي ظلم بابا. وانا دخلي ايه باللي انت بتقوليه ده؟ بابا وعم هارون حرين مع بعضيهم. وبعدين انت ايه اللي حمقك قوي كده؟ انا محموقه قوي كده؟ لو ما كنتش هتحمق لابويا هتحمق لمين؟ يعني عايزاني اعمل لك ايه يا ست ايناس؟ ما تعمليش حاجه يا اماني، ما تعمليش حاجه. مش حاجه، رجل الحق ورجل الخير السعداوي غيره ما فيش. مبروك يا حاج. اتفضل يا حاج. طبعا ضيوف الاول. طبعا الفرحه مش سايعاك يا. مبروك يا هارون. شكرا قوي. الله يبارك فيك يا ام العيال. عقبال لما نزغرد لاولادك يا معروف انت ومحاسن. الله يخليك يا حاج. الاخبار يا ناس ايه؟ مبسوطه؟ قوي قوي يا حاج. انت هتنسينا فرحتنا النهارده يا حاج، دي الناس كلها في الورديان ما ناموش من امبارح، فرحتهم بترشيحك مكان المرحوم عبد العال مش سايعاهم. والله يا معروف ومليك عليا حلفان يا اخوي. الحاج عبد العال العثمان ساب لي تركه تقيله قوي. الورديان دايره برضك ما يستهانش بيها، يعني ناسها كتير ومشاكلها اكتر. ربنا يقويك يا حاج ويطرح البركه على ايديك. عشان كده يا بابا عايزاك تنزل الشارع تعيش وسط اهل الدايره، تحس بمشاكلهم بنبضهم، تبقى واحد منهم. يا امال لازم هشوف نبضهم ومصالحهم. انا اعرف اهل الورديان، اعرفها حاره حاره وشارع شارع، وناس هعرفهم بالاسم كمان. طبعا يا ليلى بعد كده هوت لما نيجي نقابلك هناخد معايا. طبعا. هلا ناصر مش تيجي تبارك لبابا؟ والله؟ آه. ألف 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 مبروك يا بابا. على إيه؟ عبقري ولا صلاح عبقري؟ تعالى عبقري وصل، أكيد صرف الورقة المضروبة ووصل. شش ودي صوتك. إيه؟ أنت مخك تقين زي جسمك. في إيه؟ سيبك من الكلام ده وتعالى نتكلم في المهم. في إيه يعني؟ أبوك هينزل انتخابات وهيضيع على الأقل مليون ولا اتنين. طب وإحنا مالنا؟ إيه اللي إحنا مالنا؟ ينوبنا من الحب جانب. أيوه يعني هنعمل إيه يعني؟ تعالى أقول لك هنعمل إيه. حكاية بسيطة أوي يا حاج. حكاية ديتها قرشين يترشوا على الناس مع بقين حلوين يدخلوا في الودان يزغزغوا المشاعر، واخد بال سعادتك؟ اه، مع كام وعد كده من الوعود اللي عمرك طبعا ما هتعملها، وتاخد التذكره وتعدي. ده في ناس بتستنى الانتخابات دي عشان تعمل لها قرشين موسم يعني، والباقي ديتهم البقين الحلوين، وكلها يومين وتفضل الملك كله. هل انت جايب النصاحه دي منين مع انك خيبان وما خدتش حتى الثانويه العامه؟ انا ضد اللي بيقولوا ده يا بابا. الناس مش مستنيه الفلوس ولا الكلام الحلو المعسول، الناس عاوزه اللي يحس بيهم ويحقق امالهم واحلامهم. القاعده الجماهيريه ناتجه عن تفاعل النايب مع اهل دايرته. ايوه تمام كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قاعده ايه وتفاعل؟ احنا في حصه كيمياء. الناس عايزه نكته دمها خفيف تقوم تفهمها وتضحك عليها، ان كان على البقين يا حاج. انا اقولهم لك اخواني واخواتي اهل الدايره، انا منكم وانتم مني، انا ليكم وانتوا ليا، وحبه فوق وحبه تحت. ايوه سلامتها ام حسن. 100 100 كده. ورشح نفسه بفرح بدل مجلس الشعب. يا ابني ليه يا صاروخ؟ والفكره دي جات لك ازاي؟ شش. ما هي دي مشكله اللي مش فاهمين زيك، انت مخك تخين زي جسمك. انا بقى بفهم في القانون من الجلده للجلده. يا سلام، وما دخلتش حقوق ليه؟ على الاقل كنت تفرحه. ده انت هتحزنه قوي. يلا المهم هنعمل ايه دلوقتي؟
اللي هقول لك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انا شخصيا من رايي نهله، الكلام الحلو والمعسول والوعود اللي ما بتتحققش ما بقتش تغري الناس. الناس بقت واعيه وفاهمه كويس وعارفه قيمه صوتها. انت قلت حاجه مهمه قوي يا خالد، عارفه قيمه صوتها. بس للاسف في ناس كتير ما بيستخرجوش بطاقات انتخابيه، وفي ناس بيستخرجوها لكن ما بيدلوش في اصواتهم. انا شايفه ان الحكومه حقها توقع غرامات على اللي ما بيستخرجوش بطاقات انتخابيه. يا اختي واحنا ناقصين غرامات؟ فعلا كلامك مظبوط. ان جت للحق سعداوي احق، وان جت للحق سعداوي احق، ان جت للحق سعداوي احق، ان جت للحق سعداوي احق، ان جت للحق سعداوي احق. ده كلام زين، ده كلام زين يا حاج. ده اللي هنعمله في الدايره بحالها، هندور على بيت بيت واللي معهوش بطاقه انتخابيه نعملها له فورا. ودي مسؤوليتي انا والواد عماد، احنا عايزين الحاج هارون السعداوي يجش الدايره بحالها. ويبقى مكتب الورديان هو المقر الانتخابي بتاعك يا حاج. يا زكيه، زكيه حضري الاكل يا بنتي. حاضر. ده انا هموت من الجوع، ما اتكلمتش هموت من الجوع. امال انت هتعمل ايه؟ انا هاكل الدايره بحالها. اهلا اهلا، اتفضلي. متشكره. طبعا زمانك بتقولي ان احنا بنفصل عن تحد تاني، مع اني ابدا يا ست سعاده، انت عارفه العيال كبروا والواحده بقت تستخسر في نفسها عشان تقضي عيالها. ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم. الحياه بقت غاليه، واللي جاي ما بيقضيش اللي رايح، والعيال كل ما بيكبروا التزاماتهم بتزيد. انت عارفه اخر فستان عملته لي انا ما اشتريتش حاجه. انا مش جايه عشان كده يا ست عواطف، انا طمعانه في خدمه من البيه جوزك اللي ربنا يخليهولك ويعلي مراتبه يا رب. خير يا ست سعاد؟ جوزي اسماعيل. ماله؟ ظالمينه في الشغل، بقاله اكتر من شهر ونص نبطش طول الليل في الشغل، قال ايه شاكين في ذمته. طب هدي نفسك كده اهوت، وانا هعمل لك كوبايه ليمون واجي وتحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. ايه بتقول مدير دعايه ومتحدث رسمي وطاقم سكرتاريا، ناس من اللي بيفهموا في الانتخابات بصحيح، زي المدربين يا ابوي اللي بيجيبوهم من بره ويدوا لهم الشيء الفلاني وبالدولار كمان. لا عمري ما شفت اللي بتقول عليهم دول مع الحاج عبد العال الله يرحمه. اصل دول يا ابوي ما بيظهروش، دول بيبقوا بره الملعب. وانت عرفت منين يا دي الحكايه دي؟ اللي يسال ما يتوهش يا حاج. ايه ده؟ ده جواب جه لحضرتك النهارده. ما تفتح وتقراه. حصل وقريته. في ايه؟ مصيبه يا حاج، مصيبه. مصيبه؟ ليه؟ لغوا مجلس الشعب؟ لا، لغوا ترشيح حضرتك. ايه؟ لغوا ترشيحي؟ ليه؟ عشان ما بتعرفش تقرا وتكتب. ايه؟ هو انت حضرتك كتبت في استمارة الترشيح انك ما بتعرفش تقرا ولا تكتب؟ ها؟ لا، كتبوا لي اني بجيد القراية والكتابة. امال ايه؟ في ايه يا عماد؟ وريني. يا بوي الحمد لله. ايه خير يا صلاح؟ طمني. ده واحد رفع عليك قضية وبيطعن في ترشيحك وبيقول انك ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. اسمه ايه ده؟ اكيد طبعا ما سابش اسمه، بس ده مجرد تهديد يعني، واحد طمعان في قرشين. بس المهم يا ابوي محدش يعرف خالص الموضوع ده، لازم كل الناس تعرف انك بتقرا وبتكتب. هاتولي الجامعة بحالها تعلمني. لا يا ابوي احنا مش عايزين حد يشم خبر بالموضوع ده. سيب لي انا بقى ارتب لك كل شيء. يا حرام، ده عم اسماعيل طيب خالص. طب ليه انكل هارون ما راحش للضابط وقال له على الحقيقة؟ ده غير اللي حصل النهاردة الصبح، بعد ما خلص السول اسماعيل ورديته راح وقف قدام مكتبه في المينا يستنى لما يجي، ولما وصل لقى ناس كتير حواليه، قال ايه بيباركوله على ترشيح، راح داخل في وسطهم عشان يقول له تعالى وادخل معايا للضابط وقال له اللي حصل. مرضاش؟ يا ريت، ده قبل ما يوصل له نادى عليه الضابط بنفسه، افتكر ان هو جاي ياخد منه حاجه، راح محوله مكدب واداله جزء. ياه، ده عم اسماعيل اتظلم قوي. فاكره يا ماما لما كنت بروح المينا مع بابا كان دايما يجيب لي حاجه حلوه، وكان يصمم انه يشني، كان يخاف عليا يمشي على الارض ورجليه تتوسخ من الزيت. لازم بابا يعمل حاجه. اهو وصل. ازيك يا نسرين؟
ازيك يا بابا؟ عملت ايه في الكليه النهارده؟ انا الوحيده في السكشن كله اللي حل التمرين المحاسبه النهارده. هايل هايل ما شاء الله. ايه يا عواطف ازيك؟ ازيك يا ترى عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لك ملوخيه بالانارب اللي كان نفسك فيها. هايل اخيرا. البركه في ست سعاده بقى مرات السول اسماعيل هي اللي جت سلخت ونظفت الانارب. ده ابنها هيتخرج ما شاء الله السنه دي. امال هي كانت جايه ليه؟ بابا عم اسماعيل عنده مشكله. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. ايوه لا ما هو ابو حجر برد. نعم ايوه معلش يا سعاده الباشا عفو الله عما سلف. ايوه يا باشا كتر الف خيرك مع الف سلامه. مع السلامه يا باشا. بس حضرتك كده يا بابا تبقى ظلمت عم اسماعيل. انت عاوز ايه؟ اقول للظابط انت غلطان وابو حجر على حق ولا ايه؟ طبعا يا بابا طبعا. يا بنتي يا دكتوره الامور اللي زي دي لازم انت تتاخد بالسياسه بالهداوه. طب وحضرتك ما شرحتلوش الحقيقه ليه؟ كده تبقى ظلمت عم اسماعيل ونصفت واحد حضرتك بتقول عليه بيموت في القرش. خلاص الموضوع خلص وخلاص. ابو حجر اخذ اكتر من حقه وانسي بقى اللي حصل. طمنيني جماعتي كام بنت عندك في الكليه من الورديان؟ دول نص مليون جنيه يا سميره. والحاج هارون برضه هو اللي شرع عليك تصالحني بالطريقه دي؟ لا يا حبيبتي انا بعت نصيبي اللي ورثته. انا ما سالتكش جبت الفلوس منين وما يهمنيش مصدرها ايه. كل اللي انا عايز اعرفه مين اللي قالك تصالحني بالشكل ده. قلبي يا سميرة قلبي اللي بيحبك وما بيدقش غير بيكي. يعني النص مليون جنيه دول لي انا لوحدي وفوقيهم عمري كله كده بقى هبتدي احبك واتعلق بيك وافكر فيك كل شويه وهتبتدي تشغلني. حرام عليك بجد يا سمية. بجد تعرفي في خبر تاني هيسعدك قوي كمان. قول قول يا روحي. اقول ايه؟ ما انا مستحيل اكذب عليك يا محمد. كان لازم اقولك اللي حصل. وتفتكر اللي عمله ابوكي ده من الواجب او الاخلاق؟ محمد ايه اهانته؟ من فضلك يا محمد. من فضل ايه يا دكتوره؟ انا لحد دلوقتي ما غلطتش في ابوكي. ابوكي اللي هانت عليه سنين العشره واللي ما قدرش حتى يروح لحد الضابط ويقول له الحقيقه. ولا كنتوا مستنيين عم اسماعيل ابو حجر يروح لحد عندكم ويترجاكم؟ مين بس اللي قال كده؟ تصرف ابوكي هو اللي قال كده. لكن لا مش اسماعيل ابو حجر اللي يعمل كده. لا يا محمد بابا يظهر كان مشغول يمكن عشان الانتخابات. الانتخابات الانتخابات الانتخابات. تفتكري واحد الحق بيموت على ايديه ينفع في الانتخابات؟ القضيه مش قضيه عم اسماعيل ابو حجر لوحده. القضيه قضيه ابوك انت كمان. خلاص يا محمد عملتها قضيه. ايوه قضيه. قضيه ملهاش محكمه بتنظرها وانا محامي اترافع فيها. قضيه المتهم فيها بيفضل متهم طول العمر. ووالدك يا دكتوره المستقبل هو المتهم الحقيقي. من فضلك يا محمد ما اسمحلكش تتكلم عن بابا بالطريقه دي. ليه؟ اسلوبي في تجني ولا حاجه؟ لا بيجرح. اه بيجرح. عارفه يعني اللي هو بيجرح بس احسن من الجرح اللي سببه ابوك لينا. والدك ما ظلمش ابويا لوحده. والدك ظلمك انت كمان. ما هو مستحيل. مستحيل؟ مستحيل ايه يا محمد؟ كمل. مستحيل احط ايدي في ايد الراجل اللي ظلم ابويا او اهانه. وانا يا محمد؟ انت بنته. بس انا ماليش ذنب. ياما ناس ياما ناس كتير اتحملت ذنوب غيرها وابويا واحد منهم. مستحيل مستحيل يا محمد انت كده تبقى بتظلمني. عشان انصف ابويا تقوم تخسرني؟ افضل من اني اخسر نفسي وكرامتي وكبريائي. جيم جيم جيم. ما انا بقول جيم اهو. جيم يا حاج جيم. جيم بقول لك جيم. طيب ها جيم ها خلاص خلاص
انا طقت طول النهار جه محاول جه دي طقت يا اخي يا حاج دي الحروف الابجديه يعني لازم تشربها شرب اشربها شرب انا شربت يا ابن الحلو والمر والسخن والساقع لكن مش طايق الحروف الابجديه بتاعتك دي معلش معلش يا استاذ عبد البر اتكل على الله انت وانا هبقى اكلمك واقول لك ميعاد الحصه اللي جايه ماشي الف شكر متشكرين جدا اللي جيب يا حاج بالهداوه يا حاج كل شيء هيجي واحده واحده وبعدين ان بعد العصر يسر حاج متعب يا ابني ايه اللي معاك ده دي شويه بطايق كده قدرنا نجمعها عشان نعرف عدد الاصوات اللي هتنتخب حضرتك عدد الاصوات انا كل الورديان بعون الله ينتخبوني الحاج عبد العال قبل ما يموت خطف فيهم قال لهم خليكوا ورا هارون السعداوي طب كنا عايزين حسبه 100,000 جنيه كده يعني ليه عشان ايه لغايه دلوقتي معانا 10,000 بطاقه يعني لو جبنا لكل واحد علبه حلاوه عشان المولد يبقى يا دوب ايوه عندك حق في ايه تاني عايزين 10,000 جنيه تحت الحساب عشان خاطر المدرس يعني ليه اديني البهويه ولا ايه لا بنشتري سكوتو يا حاج اشتري سكوتو ده نقطع لسان ارخص لي القصد في ايه تاني الواد صلاح اخويا راح يقابل الجدع اللي بعت الجواب وهيتصرف معاه لا يا محمد يا انت كبرت الحكايه اكتر من اللزوم الاخوات بتتخانق المصارين في البطن بتتخانق ولا انت ولا انا ليكوا ذنب في اللي حصل وهارون السعداوي غلط فيك يا بابا ونهله تبقى بنته بس ملهاش ذنب وحضرتك ما كانش ليك ذنب في اللي حصل ودلوقتي بتدفع ثمنه من كرامتك الظابط اللي اهانك ده ما فكرش لحظه انك في مقام والده او ان ليك ابن هيبقى زيه يا ابني الميري ما فيهوش عواطف ما فيهوش اب ولا ابن وبعدين البنت شرياك انت عارف كم واحد يتمنى رضا بنت من بنات السعداوي اسكندريه كلها تتمنى نسب زي ده وبعدين قلبك متشعلك بيها ما تخلينيش احس ان انا السبب في تعاستك وتعاستها خش يا ابني خش استغفر ربك وصلى ركعتين ربنا يهديك تصبح على خير انت من اهله يا بابا يا عبر ايه الاخبار كل اللي طلبته عملته 100 100 يا استاذ ماشي حبيبي خد بقى ال 50 جنيه دول ايه ده 50 جنيه بس يا استاذ طب ده انا اجدع كومبارس فيك يا اسكندريه ده انا بعمل لقطه الواحده مع الاستاذ عادل امام باخد فيها 200 جنيه ده غير وجبه بقى ما تقلش عن نص كيلو كباب وكفته انت مع الاستاذ عادل امام بتطلع مره واحده لكن معانا احنا بقى بتطلع 3 مرات في الاسبوع ولسه بقى قدامنا شهر تطلع الله وخلص بقى ماشي بس ما تاخذنيش يا استاذ انتوا الراجل ده بتعلموه ليه ولو عايزين تعلموه بجد ما بتجيبوش خواجه بحقه حقيقي ليه